أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة والحلقة الأولى من منهج الدراسات الاجتماعية للعام الدراسي 2019-2020. كل سنة وأنتم طيبين. حابة في البداية أعرفكم على منهجنا. منهجنا بيتناول وطنونا العربي في الجغرافيا، هندرس فيه الموقع والمساحة، تضاريس، أقاليم، أنشطة سكان، وهنتناول كمان في موضوعات التاريخ كل ما يتناول التاريخ الإسلامي منذ النشأة في شبه الجزيرة العربية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين. ده بالنسبة للترم الأول. هكون سعيدة جدا معاكم النهاردة في حلقتنا اللي هنتناول فيها وطننا العربي الموقع والمساحة. هو مين وطننا العربي؟ بيتكون من كام دولة؟ بيشغل كام من مساحة الوطن العربي؟ هو موجود فين بالظبط؟ وحدة الوطن العربي أثرت عليه إزاي؟ كمان ايه الدول العربية الموجودة في الوطن العربي؟ والجناح الافريقي بيتكون من كام دولة وهم مين؟ والجناح الاسيوي. ده موضوع حلقتنا النهاردة. تعالوا ما نطولش عليكم ونتعرف في التفصيل على وطننا العربي الموقع والمساحة. وطننا العربي زي ما درسنا في كتير من السنوات السابقة هو جزء لا يتجزأ من كيان موجود في 22 دولة عربية. موقع وطننا العربي موقع متميز بيمتد في قارتين، قارة افريقيا وقارة اسيا. الموقع ده اثر على وحدة وتماسك الوطن العربي. وطننا العربي زي ما انتم عارفين هو مهد الاديان السماوية الثلاثة، اليهودية، المسيحية، الاسلام، علشان كده بيكتسب الوطن العربي اهمية دينية، وده هنتناوله بالتفصيل النهاردة. كمان وطننا العربي مهد للحضارات المختلفة. على أرض الوطن العربي نشأت حضارات قديمة زي حضارة بلاد الرافدين في العراق، حضارة بلاد اليمن، الحضارة المصرية القديمة في مصر، دي برضو نشأت على أراضي عربية. عشان كده بنقول إن الوطن العربي أهمية دينية وكمان تاريخية. طيب الوطن العربي زي ما انتم شايفين كده قدامنا على الخريطة بيتكون من 22 دولة. الجزء الأكبر أو المساحة الأكبر بتكون في الجناح الأفريقي، أما المساحات الصغرى فبتكون للجناح الأسيوي، وده طبعا بفعل الاستعمار هو اللي قسم الوطن العربي لدول مختلفة المساحة. تعالوا نبدأ مع الوطن العربي زي ما اتفقنا، وهو أرضه قامت عليه حضارات وكمان كان مهد لديانات سماوية كتير. يعني ايه كلمة موقع؟ احنا في وطننا العربي هندرس نوعين من الموقع، هندرس موقع جغرافي وهندرس موقع فلكي. يعني ايه موقع جغرافي ويعني ايه موقع فلكي؟ دايما بنقول الموقع الفلكي ده بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني دايما لما اقول لك ايه الموقع الجغرافي غير الموقع الفلكي، يبقى احنا لازم نميز بين مفهومين، لان ممكن يجي لك اعطي مفهوما لكل من موقع جغرافي وموقع فلكي. الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، يعني بقول مين في الشمال، مين في الجنوب، مين في الشرق، مين في الغرب بالنسبة للدولة أو بالنسبة للوطن العربي ككل. طب لما أتكلم عن موقع فلكي، لا، أنا هنا بقول الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى نميز بين مفهومين يا أولاد مهمين جدا وهيتعرضوا قدامكم على الشاشة دلوقتي، هو الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. لو اتكلمنا عن تعريف الموقع الفلكي فهنقول ان هو الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. طب الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء زي ما قلت لكم كده لما نتكلم عن حدود الوطن العربي. طيب زي ما انتم شايفين كده وطننا العربي بيمتد في قارتين، قارة افريقيا وقارة اسيا. دي قارة اسيا، الجزء الكبير اللي احنا شايفينه ده بتاع السعودية واليمن وعمان، وهنقوله بالتفصيل دلوقتي علشان انا حابة ان ولاد مدرسة على الهواء يكونوا عارفين اماكن الدول العربية. اما الجزء اللي فيه مساحة اكبر فهو الجزء اللي بيتبنى او موجود في الجناح الافريقي. طيب وطننا العربي بيمتد بين دائرتي عرض كام وكام وخطوط طول كام وكام. تعالوا نبدأ بين خطي طول. هنلاقي ان الوطن العربي بيمتد بين خطي طول 17 غربا و60 شرقا، يعني معنى كده ان هو بيمتد في 77 خط طول. طب تعالوا نرجع للخريطة كده عشان نشوف فين 17 وفين 60. الخط ده هو خط 17 غربا، اما الخط ده فهو خط 60 شرقا. ممكن سؤال يجي لنا مهارات تفكير عليا ويجي لنا بالظبط كده ويحط رقم على الخط ده ويقول لك خط طول. طب انا هنا خط طول ايه؟ انا هشوف الحد الغربي للوطن العربي ايه؟ هو حده 17 غربا، يبقى ده خط طول 17 غربا. ده معناه ان بيمر في الوطن العربي خط جرينتش وبيمر في دولة عربية واحدة وهو دولة الجزائر، هو ده خط جرينتش خط الصفر.
كمان وطننا العربي من الشرق بيحدوا خط زي ما قلنا خط طول 66 شرقا، يعني معنى كده ان الوطن العربي بيمتد فيه 77 خط طول. طيب دوائر العرض، هنلاقي ان دوائر العرض في الوطن العربي بتمتد من 2 جنوبا ل 37.5 شمالا، ما عدا دولة جزر القمر، ودي بتقع في الجزء الجنوبي من قارة افريقيا. تعالوا نشوف كده 2 جنوبا و37.5 شمالا، ادي 2 جنوبا اخر دايرة، الدايرة دي بالظبط كده اللي عليها القلم، دي 2 جنوبا لان دي دايرة استواء لو انتوا شايفين، وبعديها بدرجتين في الجنوب هنلاقي اخر حدود دولة الصومال. فبالتالي الوطن العربي بيمتد بين 2 جنوبا و37.5 شمالا، معنى كده ان احنا هنا هنعمل عملية جمع عشان نعرف ان في 39.5 دايرة عرض بتمر في الوطن العربي. طيب علشان برضو ولادنا ولاد مدرسة على الهوا يكونوا طلبة متميزين، احنا امتى بنجمع عشان نعرف في كام خط طول مر وامتى بنطرح؟ لو في عندي دوائر عرض في الجنوب ودوائر عرض في الشمال، معنى كده ان مر فيهم دايرة عرض رئيسية اللي هي دائرة عرض الاستواء. فمعنى كده ان الوطن العربي فيه دايرتين في الجنوب، اتنين وبعدين واحد وبعدين صفر اللي هو دائرة الاستواء، وبعدين بدأ يعد تاني لانه بعد دائرة الاستواء الصفر بنعد 1 2 3 4 لحد ما نوصل ل 37.5 شمالا. فمعنى كده ان انا عندي 2 زائد 37.5، يعني الوطن العربي بيمتد في 39.5 دائرة عرض. طيب معنى كده ان في دايرتين عرض رئيسيتين بيمروا في الوطن العربي، دائرة الاستواء في الاقصى الجنوب ومدار السرطان اللي بيمر جنوب مصر. دي مهارات تفكير عليا لازم ولادنا يعرفوها، موجودة في الكتاب داخل خريطة، معنى كده ان احنا ملتزمين بيها كجزء من متن الكتاب. فلازم نعرف ان الوطن العربي بيمر فيه دايرتين عرض رئيسيتين، هي دائرة الاستواء في الجنوب ودائرة مدار السرطان اللي بتمر جنوب مصر. هنا ممكن ندي ولادنا اسئلة مهارات تفكير عليا ونقول اكمل العبارات الاتية: يمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض نقط ونقط، يبقى هنا لازم اقول 2 جنوبا و37.5 شمالا. طب لو قلنا يمتد الوطن العربي في نقط دائرة عرض، نقط دائرة عرض هو سايب لي سبيس واحدة، سايب لي فراغ واحد، يبقى هنا لازم اجمع 2 جنوبا و37.5 شمالا، هحط 39.5 في الفراغ اللي سايبهولي ده، لان هو في السؤال بتاع يمتد الوطن العربي في نقط دائرة عرض هو مش عايز من الى، هو عايز ايه دوائر العرض اللي بتمر كلها مجموعة في الوطن العربي. فاذا في عندي 39.5 دائرة عرض بتمر في الوطن العربي. طيب ممكن يجي برضو سؤال في الجزء ده مهارات تفكير عليا: تمر دائرة نقط ونقط الرئيسيتان في الوطن العربي، هنا لازم اكتب دائرة الاستواء ومدار السرطان. ده بالنسبة للأسئلة اللي ممكن تجينا في دوائر العرض. طيب اعتقد ان احنا كده غطينا الجزء بتاع الموقع الفلكي. طب الموقع الجغرافي بقى للوطن العربي، تعالوا نشوف شمال الوطن العربي فيه ايه، جنوب الوطن العربي فيه ايه، شرق الغرب للوطن العربي. تعالوا كده على الخريطة هنلاقي شمال الوطن العربي عندي البحر المتوسط وعندي جبال طروس وكردستان، كل ده في الشمال. طب لو رحنا في جنوب الوطن العربي هنلاقي دول وسط افريقيا، ادي دول وسط افريقيا اللي موجوده في الجناح الافريقي. طب بالنسبه للجنوب اللي موجود في الجناح الاسيوي هنلاقي البحر العربي والمحيط الهندي. طيب في الغرب عندي محيط واحد بس مسطح مائي وهو المحيط الاطلنطي، يبقى في الشمال البحر المتوسط وجبال طروس، في الغرب المحيط الاطلنطي، في الجنوب البحر العربي، في الجنوب في الجناح الافريقي في دول وسط افريقيا، وده الموقع الفلكي للوطن العربي. ده زي ما انتوا شايفين كده بعد ما وضحناه على الخريطة، من الشمال جبال طروس والبحر المتوسط، الجنوب البحر العربي والمحيط الهندي والصحراء الكبرى اللي هي دول وسط افريقيا، من الشرق في عندي جبال كردستان وزاجرس وكمان خليج عمان والمحيط الهندي، من الغرب عندي مسطح مائي وحيد وهو المحيط الاطلنطي. طيب تعالوا نروح للحدود اللي صنعها الوطن العربي اللي هي طبعا حدود طبيعية. نقصد بإيه الحدود الطبيعية؟ نقصد بيها الصحاري الكبرى، نقصد بيها المسطحات المائية اللي هي البحر الأحمر والبحر المتوسط وكمان الجبال زي كردستان وزاجرس والجزء بتاع المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، كل دي حدود طبيعية. يا ترى الحدود الطبيعية اللي حددت الوطن العربي دي إيه النتائج اللي ترتبت عليها؟ النتيجة اللي ترتبت على الحدود الطبيعية للوطن العربي، وهأكد على نقطة مهمة جدا، إن إحنا مش بنحفظ الدراسات الاجتماعية، إحنا بنفهمها،
وهقول لكم وهدلل لكم في إجابة السؤال ده. لما أقول إن الحدود الطبيعية كانت حد فاصل بين الدول العربية وأي دولة تانية، يعني زي ما أقول لكم كده، الحدود الطبيعية الوطن العربي خلت الوطن العربي جوه البحر المتوسط وبين المحيطين وحوالين منه جبال. ده ساعد على إيه؟ ده ساعد على إن شخصية الوطن العربي شخصية فريدة متميزة، ما حصل لهاش اختلاط بحد غريب، فبالتالي حافظت الحدود الطبيعية دي على الشخصية المتميزة للوطن العربي بتاعنا. فالشخصية العربية بتاعتنا ما حصلهاش أي تلوث، فضلت شخصية عربية مميزة بين الأمم. فبالتالي أفهم من كده وأرجع تاني وأقول لكم إن الحدود الطبيعية اللي ربنا خلقها للوطن العربي خليته محمي. يعني إيه محمي؟ يعني الوطن العربي تحت حماية المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، وفي فوق جبال، فصعب جدا ان انا اخترق الجبال دي واخلي فيه اختراق للثقافة العربية او امتزاج الثقافة العربية بثقافات اخرى فلاقي عندي ثقافات متشتتة. لا، الحدود دي حافظت على الهوية العربية، حافظت على تماسك الوطن العربي، كمان حافظت على تفرد الوطن العربي بشخصية متفردة متميزة بين الأمم. يبقى ساعدت الحدود الطبيعية للاحتفاظ بالشخصية العربية المتميزة بين الأمم. دي بالنسبة لأهمية الحدود الطبيعية. طيب الوطن العربي بيتميز إنه ليه أهميات كتير، أهمية دينية، تاريخية، استراتيجية، وكمان اقتصادية. هفرق الأول بين الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية والدينية والحضرية. الأهمية الدينية زي ما قلنا في بداية الحلقة هي مهد الثلاث ديانات. هلاقي في أماكن مقدسة موجودة في الوطن العربي، فهلاقي كتير من الوطن العربي مسلمين ومسيحيين بيجوا من كل أنحاء الوطن علشان يقدسوا في بعض الأماكن المقدسة، سواء في السعودية أو سواء في فلسطين. طيب يعني معنى كده إن ليه أهمية دينية مهد الثلاث ديانات، وفي أماكن مقدسة هنتعرف عليها بالتفصيل كل من في دولته. طب الأهمية الحضارية، وزي ما اتفقنا نشأت على أرض حضارات كتيرة، زي حضارة بلاد اليمن، زي حضارة بلاد الرافدين، زي الحضارة المصرية القديمة نشأت على أرض الوطن العربي. طيب لما اتكلم كمان على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، كلمة اقتصادية غير كلمة استراتيجية. اقتصادية يعني الحاجات اللي بتدي الوطن العربي موارد مادية زي البترول، زي تنوع المناخ اللي عمل تنوع في النباتات، ده هيديني أهمية اقتصادية. طب الأهمية الاستراتيجية، كلمة استراتيجية مرتبطة قوي بالأهمية العسكرية، هي أهمية الوطن العربي في وقت السلم ووقت الحرب. طب إيه اللي بيمتلكه الوطن العربي يخليه قوة عسكرية وقت الحرب؟ مضايق مهمة لو اتقفلت اتقفل العالم، ممرات ملاحية لو اتقفلت شرايين العالم كلها يحصل فيها شلل اللي هو قناة السويس. يبقى الأهمية الاستراتيجية دي الأهمية وقت الحرب ووقت السلام. طب الأهمية الاقتصادية، لا دي الأهمية اللي بتدي الوطن العربي موارد اقتصادية زي البترول، زي الغاز الطبيعي، زي النباتات الطبيعية اللي كانت تنوعها سبب رئيسي في تنوع أو نتيجة طبيعية لتنوع المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربي. طب تعالوا بقى ناخد الكلام ده بالتفصيل. لو اتكلمنا عن بما تفسر أهمية الوطن العربي الدينية والحضارية، يبقى بنتكلم على انه في حضارات قديمه قامت على الوطن العربي او على اراضي الوطن العربي، زي حضاره بلاد الرافدين في العراق، زي حضاره بلاد الشام وبلاد اليمن، وطبعا الحضاره المصريه القديمه. كمان الوطن العربي مهد للديانات السماويه، يبقى دي الاهميه الدينيه، انتشرت على اراضي الديانه اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه، واللي انتشرت منه لكل العالم. طيب ايه الاهميه كمان الدينيه اللي بتاثر في اهميه الوطن العربي وتخلي كل العالم تيجي للوطن العربي؟ هي وجود اماكن مقدسه بيقصدها الناس من كل بلاد العالم، زي وجود كنيسه المهد في فلسطين، وبيت المقدس ايضا في فلسطين، والكعبه المشرفه الموجوده في السعوديه، فبالتالي دي اهميه دينيه. طيب بالنسبه للاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه اللي بدانا في اول كلامنا في هذه الفقرة على التفرقة بين الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. لو قلت سيطرة قناة السويس وعدة مضايق على الوطن العربي بيتحكم فيها، يبقى دي أهمية إيه؟ أنا عايز أسمع بقى. يا ترى سيطرة قناة السويس، سيطرة الوطن العربي على قناة السويس ومضايق مهمة، دي أهمية إيه؟ دي أهمية استراتيجية، لأنها أهمية وقت الحرب ووقت السلام. طيب لما اقول بيشرف الوطن العربي على ثلاث اذرع زي البحر الاحمر، البحر المتوسط، الخليج العربي، دي برضو اهمية استراتيجية.
لما أقول تنوع الموارد الاقتصادية وبوجود البترول دي أهمية اقتصادية، يبقى احنا كده قدرنا نميز بين الأهمية الاقتصادية والأهمية الاستراتيجية لوطننا العربي. طيب بالنسبة بقى للممرات المهمة جدا الموجودة في الوطن العربي، دي خريطة هنلاقيها موجودة عندنا في كتاب المدرسة، لو احنا معانا كتاب المدرسة أو أي مصدر تاني ممكن نفتحه عليه عشان نميز بس شوية بين الممرات والقنوات الملاحية المهمة. اللي انتوا شايفينه ده اسمه مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق بتشرف عليه دولة عربية اللي هي دولة المغرب، وبتشرف عليه دولة غير عربية اللي هي دولة اسبانيا. وده مضيق بيفصل بين افريقيا وقارة اوروبا، وهنلاقي ان المضيق ده بيمر فيه المية من البحر المتوسط للمحيط الاطلنطي، فده مضيق جبل طارق. عندنا كمان قناة مهمة جدا في مصر اللي هي قناة السويس، هي هنا بس احنا مكبرينها بشكل كبير. القناة دي قناة بتشرف عليها دولة وحيدة فقط وهي دولة مصر. القناة بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. عندنا كمان مضيق مهم جدا اسمه مضيق هرمز، وده مضيق بتربط دولة عمان بدولة غير عربية وهي دولة إيران. في كمان عندي مضيق باب المندب، وهي بيشرف عليه جيبوتي واليمن، ودي دولتين عربيتين. يبقى أنا عندي في مضيقين بتشرف عليهم دولتين غير عربيتين مع دول عربية، اللي هو مضيق جبل طارق ومضيق هرمز. أما في مضيقين أو مضيق باب المندب بالأحرى يعني بيشرف عليه أو بيسيطر عليه سيطرة عربية كاملة، هو مضيق باب المندب زي ما انتوا شايفين كده، ده مضيق باب المندب اللي بتشرف عليه جيبوتي واليمن. كمان في عندي قناة السويس وإشرافها مصري خالص، وهي اللي بتمر فيها السفن التجارية العالمية وبتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيطرت عليها مصر بشكل كامل. وكمان أهمية القناة لمصر وللعالم كله إن هي ممر ملاحي مهم جدا. ده بالنسبة للممرات المائية المهمة اللي موجودة في وطننا العربي. طيب علشان ولاد مدرسة على الهواء متميزين، لازم نخرج من النهاردة من حلقتنا عارفين إيه الدول العربية اللي موجودة في الجناح الإفريقي والجناح الآسيوي، والدول العربية مساحتها قد ايه كلها. وسؤال حلقتنا النهاردة هسيبه للمتميزين، 13 مليون كيلومتر مربع ده مساحة الوطن العربي. طب انا عايز اعرف بقى النهاردة سؤالنا للمتميزين، هو 13 مليون كيلومتر مربع نسبتهم قد ايه من مساحة العالم؟ يعني سؤال حلقتنا النهاردة ياريت كل الناس بتكتبه ورايا، الوطن العربي بيشغل قد ايه من مساحة العالم؟ ده سؤال مهم جدا للطلبة المتميزين. طيب ال 13 مليون كيلومتر مربع عايش عليهم 22 دولة عربية، 21 منهم في نطاق واحد، متماسكين متلاصقين مفيش أي فواصل ما بينهم كبيرة، لكن في دولة وحيدة بتقع في المحيط الهندي وهي دولة جزر القمر. تعالوا نتعرف على الدول العربية ونقدر نميز بينهم وبين الجناح الأفريقي والجناح الآسيوي. الموجودين في الجناح الأفريقي مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا. اللي موجودين في الجناح الآسيوي فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، البحرين، الكويت، الإمارات، عمان، اليمن، السعودية. الدولة الوحيدة اللي واقعة في جزء بعيد عن الدول العربية، هي احنا جايبينها لكم في المربع ده لأن هي موجودة الجزء ده من تحت كده، هي دولة جزر القمر. دي كانت الدول العربية النهاردة. كالعادة ولادي ولاد مدرسة على الهواء مش بنسيبكم لما يكون في واجب او هومورك. ايه الواجب بتاعنا النهاردة بلس السؤال اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو قد ايه بتشغل الوطن العربي بمساحة العالم؟ عايزين النهاردة ناخد كده ورقة شفاف صغيرة اللي هي ورق الكلك، ونشف عليه الوطن العربي، ونكتب الدول العربية الموجودة على الوطن العربي، ومع كل دولة نحفظ مكانها، علشان المرة الجاية هننزل لكم واجبات تحلوها معانا في او اسئلة تحلوها معانا في حلقاتنا. النهاردة ان شاء الله هحاول ارفع لكم، او بكرة على اقصى تقدير، او يعني يوم الحد بالكثير قوي حاول ارفع لكم السلايدز على جروب مدرسة على الهواء ابتدائي واعدادي، علشان لو حابين يكون معاكم خرايط او يكون معاكم المادة العلمية اللي موجودة معانا النهاردة. كنت سعيدة جدا معاكم النهاردة، واتمنى اشوفكم حلقات تانية كتير. الى اللقاء.